بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. متنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، ولو فيها متابع جديد أول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعني لو مهتم بالمحتوى حابب تعرف الأسعار يوم بيوم، هنعرض لكم أسعار الفاكهة والخضار النهاردة. أسعار الفاكهة الجديدة اللي هو العنب والمشمش والخوخ هنعرضها سريعا كده، وبعد كده نعرض أسعار الخضار. العنب يا جماعة زي ما شفتوا في الصور كده بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. سعر كيلو العنب يا جماعة في سوق العبور، دي أسعار طبعا جملة، يعني يبتدي من 15 إلى 20 جنيه، ده العنب الجديد اللي هو زرع الفيوم. المشمش يا جماعة من 6 جنيه إلى 10 جنيه. طبعا في أسباب لجمعه بالشكل الأخضر اللي انتوا شايفينه ده، فهما سببين. تمام، السبب الاول بحيث ان هو يقعد فتره طويله في السوق وما يتضرش، تمام، بحيث ان هو كل ما بيقعد اكتر بيستوي اكتر، دي اول حاجه. تاني حاجه بيجمعوه بالشكل ده لان هو لسه بشاير طبعا، فبيبقى سعره مرتفع شويه، ده سبب ان هما بيجمعوا المشمش اخضر. الخوخ يا جماعه من 3 إلى 7 جنيه، الخوخ السكري الجديد، تمام، اكتر فاكهه طبعا في السوق حاليا يعني، واللي هتزداد اليومين دول اللي هو المشمش والخوخ والعنب. العنب هيزيد ان شاء الله، هيبقى كتير جدا. الكنتالوب يا جماعة من 2 إلى 3.5، طبعا الجوافة ب12 جنيه، ابتدت تقل من السوق شوية. الفراولة يا جماعة برضو ابتدت يعني تقل من السوق، من 6 إلى 8 جنيه. دي كانت أسعار بعض أنواع الفاكهة. الطماطم يا جماعة نخش بقى في أسعار الخضار. الطماطم يا جماعة سعر العداية من 80 إلى 130 جنيه، وممكن تلاقي في 150 جنيه. وزن عداية الطماطم يا جماعة 20 كيلو، عشان تبقوا عارفين الوزن، وزن العداية 20 كيلو. الخيار من 1.5 إلى 2 جنيه، الخيار من 1.5 إلى 2 جنيه. البامية يا جماعة ممكن تلاقيها من حدود 10 جنيه إلى 12 و13 و15 جنيه حاليا، كان سعرها مرتفع طبعا الفترة اللي مضت، بس الحمد لله ريحت شوية. الكوسة يا جماعة من 2 جنيه إلى 3 جنيه، وممكن تلاقي زرع نظيف جدا ممكن تلاقيه ب3.5. البتنجان يا جماعة من 2.5 إلى 3 جنيه، البتنجان الرومي، وممكن تلاقي برضو زرع بيجي في كراتين، زرع الإسماعيلية والأماكن دي ممكن تلاقيه ب4 جنيه و4.5، بس ده بيبقى أنظف يعني أعلى جودة في الزرع، البتنجان قلناه. تمام، الليمون يا جماعة من 10 إلى 15 جنيه. البطاطس اللي هي البطاطس الكارة من 3 إلى 3.5، وممكن تلاقي البطاطس الكارة اللي انتوا شايفينها اللي هي فيها نقطة حمراء دي أنظف أنواع البطاطس في الآلية، الجلي والتحمير، بطاطس الكارة والسبونتا، دول أنظف حاجة. قلنا إن هي من 3 إلى 3.5، ممكن تلاقي ب4 إلى ربع أعلى وأنظف حاجة. التوم يا جماعة، التوم الأحمر، التوم الأحمر طبعا الطلب زايد عليه شوية، فعلشان كده تلاقي سعره مرتفع شوية، هتلاقيه من 5 إلى 5.5، وممكن يصل 6 جنيه سوق العبور، بس ده أعلى وأنضف حاجة. التوم الأبيض هيقل عنه جنيه، يعني لو التوم الأحمر ب5 جنيه، يعني من 5 لـ6 أو من 5 لـ5.5، تمام، ممكن تلاقي التوم الأبيض من 4 إلى 5 جنيه، ده التوم الأبيض. البصل طبعا يا جماعة سعره منخفض شوية اليومين دول، ان شاء الله الفترة الجاية يمكن ربنا يصلح حاله ويرتفع ان شاء الله، بس هو بقاله يعني فترة جامدة سعره منخفض، ويرجع السبب لذلك ان البصل القديم كان قاعد في السوق مركون زي ما هو، وكان قلنا قبل كده ان هو زرع تمام وحالته تعبت، فالناس التجار عايزين يبيعوه بأي طريقة، فهو اللي مأثر على البصل الجديد. فطالما ان في بصل قديم في السوق فسعره ضعيف، يعني كان بيتباع من 75 جنيه البصل القديم، فلو ان البصل القديم خلص هتلاقي سعر البصل الجديد يعني ابتدى يتحرك شويه. وسبب انخفاض يا جماعه البصل، سعر البصل وسعر الثوم السنه دي، ان يعني الزرع كتير جدا جدا جدا، يعني الانتاج الثوم السنه دي يمكن 4 5 اضعاف السنه اللي مضت،
طبعا احنا ما بنصدق مثلا كان السنة اللي قبل اللي فاتت، السنة اللي فاتت تقريبا كان التوم سعره مرتفع، فكله السنة دي زرع توم، فعشان كده سعره هبط. البصل يا جماعة من 1.5 جنيه الى 2 جنيه البصل الجديد، وممكن تلاقي زرع نظيف تلاقيه ب2.5، هو بيتباع بره 3 كيلو، 4 ب10 او 3 ب10 حاجة زي كده. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.